كان يتزعمها والده قبل اغتياله. واتجه جنبلاط الابن إلى بناء القوة العسكرية لميليشيا الحزب التقدمي الاشتراكي ذات الأغلبية الدرزية. كانت الحرب المستعرة في مكان آخر من الشرق الأوسط قد بدأت تلقي بظلالها على لبنان، إذ قامت الإطراف المؤيدة للعراق وإيران اللذين كانا يخوضان حربا دامية بمهاجمة مصالح الفريق الآخر بما فيها السفارات. انتهى هذا المسلسل الدموي بنسف السفارة العراقية فقتل وأصيب العشرات.